لعل مما يتسبب في حدوث ذلك فضيلة الشيخ، أقصد العجز عن أداء ركعة الفجر أو حتى الفريضة، إسراف كثير من الناس في السهر كل ليلة، فهل من توجيه؟ هذه مصيبة الآن ظهرت في الناس، وهي السهر الطويل في الليل، ويعتبرون هذا من العادات المستمرة عندهم. الله جل وعلا جعل الليل سباتا، جعل الليل للراحة والنوم من أجل أن يقوى على القيام في آخر الليل لصلاة النافلة تهجد، ويقوى وينشط على صلاة الفجر، ويقوم في نهاره نشيطا لأعماله. أما إذا سهر الليل أو معظمه فإنه ترتب على ذلك مضار عظيمة، أعظمها وأخطرها صلاة الفجر، قد تفوته الصلاة مع الجماعة أو تفوت الصلاة في وقتها ذلك بسبب السهر، وهذا أمر محرم لا يجوز الاستمرار عليه، مع ما يترتب عليه من إتعاب البدن وإنهاك الحواس، وأن الإنسان يصبح كسلان لا يقوم بأعماله، وقد يكون موظفا مطلوب منه أداء العمل الوظيفي فلا يؤديه على الوجه المطلوب بسبب السهر. الحاصل أن المسلمين يجب عليهم أن يأخذوا راحتهم من نوم الليل الكافي من أجل أن ينشطوا على أعمالهم الدينية والدنيوية. نعم. ربما لا يتصور أحد معنى الحرمة في ذلك، يعني أن السهر إذا أفضى إلى فوات الفريضة أنه يكون محرما. لا شك أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان هذا السهر يؤدي إلى ترك الواجبات فإنه يكون محرما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، بل كان صلى الله عليه وسلم يبادر بالنوم من أجل أن يقوم للتهجد، ويقوم لصلاة الفجر، ويقوم لآخر الليل ووقت النزول الإلهي. فكيف المسلم يحرم نفسه من هذه المواسم العظيمة الليلية التي هي رأس ماله، الله أكبر، وهي غنيمته من هذه الدنيا، وهي فرصة العمر، فالمسلم لا يضيع وقته في هذه السهرات وهذه الغفلات وهذه العادات السيئة. المسلم يجب أن يتميز بدينه وبتعامله مع وقته وحفظه لوقته فيما يفيده ويثمر له الخير عاجلا وآجلا.